السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هشوف برنامج من البرامج اللي هتعجبكم أكيد إن شاء الله. البرنامج اسمه باور بيزنس انتليجنس أو باور بي أي، وده كان جزء من الإكسل أو كان بيضاف للإكسل، ودلوقتي أصبح برنامج مستقل وأصبح عنده ميزة حلوة إن هو بيستورد معلومات من أي مكان. هتلاقي تقدر تستورده من الإكسل، من أوريكال، من ملف تكست، حاجات كتيرة جدا. طيب دي الواجهة بتاعته، ممكن تعمل تراي، ممكن تساين ان من على الانترنت، تقدر تفتحه من الانترنت او من على الجهاز بتاعك. طب انا هقول له جيت داتا، زي ما انت شايف ممكن تجيب من الاكسل، ممكن تجيب من تكست، اكس ام ال، جي اس او ان، ممكن تجيبه من فولدر بي دي اف، حاجات كتير جدا. خليني اقول له انا عايز من الاكسل واقول له كونكت، فيقول لي اختار الملف، هقول له اوكي، هيبدأ ياخد المعلومات من الاكسل. وفي لينك، يعني لو انت عملت ابديت هتلاقي المعلومات بدأت تظهر معاك. بيقول لي اختار انت عايز انهي شيت، فبقول له انا عايز الشيت دوت، واقول له لود، وهيبدأ يحملها لي. طيب دي الفيجواليزيشن، دي الاشكال اللي موجودة اللي تقدر تستغلها وتقدر تستخدمها. خلينا مثلا نختار شكل زي دوت، تقدر تعدل فيه زي ما انت عايز. طيب انا عايز يبدأ بقى ياخد مني المعلومات ويظهرها، فاقول له مثلا انا عايز الاسامي البيبول ديت، دي انا عايزها في الاكسس اهيت، وعايز ممكن تحط بقى الايج مثلا في الليجند او تحط البيبول زي ما انت عايز. طيب عايزه بقى ياخد بقى الفاليو من الايج، اقول له خد الفاليو في الايج اهيت، هتظهر معايا المعلومات بالشكل دوت. ده مصطفى عنده 60 سنة، وعمر عنده 63 سنة، علي عنده 33، أحمد عنده 25، إسلام عنده 5 سنين. المعلومات دي صحيحة تمام. وهتلاقي هنا في الإكسل، خلينا نفتح ملف الإكسل فايل أوبن، وأقول له أنا عايز الملف الموجود في الديسكتوب أهوت، وخلينا نحط مثلا حمزة عنده 11، وأقول له سيف. طيب هفتح الملف بتاعي وهاجي هنا عند الشيت، وهقول له أنا عايز أعمل ريفرش للداتا، فيبدأ يجيب لي أهو حمزة أهوت بقى موجود وعنده كام سنة؟ 11. فتقدر تطلع المعلومات بتاعتك بأي شكل من الأشكال، عليكم مثلا بالشكل دوت بالشكل دوت وهكذا. ده بقى مستوى ايه، انت حتى ممكن تستخدمه في البيم، او ممكن تستخدمه في البيم، ممكن تقول له نسبة الحاجات اللي خلصت من نسبة الحاجات اللي ما خلصتش. البرنامج ليه اشكال كتيرة، تقدر تستخدمه في حاجات كتيرة جدا في الشغل بتاعك. ممكن تستخدم مثلا تجيب لك خريطة وتبدأ تحط نسبة الناس اللي بيشربوا مخدرات، ونسبة الناس اللي بيشربوا حشيش، او نسبة الناس اللي بتتفرج على بيم اريبيا والناس اللي ما بتتفرجش على بيم اريبيا. فبتقدر تعمل فيجواليزيشن جميل جدا للشغل بتاعك بأساليب ظريفة. لو حاولت تعملها مانوال هتاخد منك وقت كتير، إنما هنا هو بيوفر عليك الوقت بإن هو بيجيب لك أشكال جاهزة تمام. زي هنا مثلا خريطة اهيت، وتبدأ تحدد كل الناس موجودة فين، فيقول لك في الأغلبية الناس اللي بتفهم مثلا موجودة هنا، الناس اللي بتفهمش موجودة هنا، وهكذا. يعني تقدر تحط كل الداتا اللي عندك بشكل سهل وبسيط.